أو في الحوار الثلاثي، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الحواري المتجدد على قناتكم قناة الكلمة الحرة، تفاعلا مع التحرك الميداني اللي خذوه اليوم مجموعة من اتحاد أصحاب شهادات معطلين عن العمل والاعتصام في ساحة القصبة. نستضيف طه سيفي العضو المؤسس لاتحاد أصحاب شهادات معطلين عن العمل ونائب المنسق الجهوي عن جهة سوسة. طه مرحبا بك في قناة الحوار التونسي. اتحاد اصحاب شهادات المعطلين عن العمل ظهر لي ما فماش شكون قاعد يتحرك اكثر منهم، تقريبا كل جمعه جمعتين فما تحرك يا اما وطني يا اما جهوي. اليوم تحرك وطني النزول الى القصبه، علاش اليوم عاد يوديفي للتحرك مره اخرى في العاصمه؟ شكرا لقناه الحوار اللي استدعتنا اليوم باسم اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. القرار نتاع التحرك الوطني هذا المتمثل في اعتصام بساحة الحكومة، اختيار ساحة الحكومة في حد ذاتها لم يكن اختيار اعتباطي. وطبعا نقول لك علاش في المفاوضات اللي صارت اليوم مع في عبو. الاتحاد عنده اقسام ترصد داخله وتدرس كل ما يشمل ملف التشغيل، اما فيها الميزانية التكميلية للدولة، اما فيها قانون الوظيفة العمومية ل 2012 اللي يقدموه كمشروع. احنا قاعدين كل يوم نشوف انه القرارات اللي قاعدة تقدم فيها هالحكومة هذه عن طريق سواء المجلس التأسيسي او بقرارات من الحكومة بيدها، هي قرارات لا تخدم مصلحة العاطلين عن العمل وخاصة اصحاب الشهادات. بدليل الدولة هذه تجيك اليوم تقولك انا تو ما عنديش فلوس باش نخدم، دونك من حقنا انه نسألوا فلوس الدولة فيني. كي نجي نقرا قانون المالية جديد ونلقى الإعفاءات لا تغيب عن أي صفحة من صفحات هذا القانون. اللي يوصل قرابة 120 صفحة. معناها كان نجي نسطروا فيه بالأحمر إعفاء إعفاء من ضريبة امتياز. باهي قبل ما ندخل في التفاصيل هذه تاها، يعني أنتم تحركتوا اليوم نتيجة لقانون المالية معناها. مش قانون المالية. احنا انتظرنا انه تهبط المناظرات. قالوا هما في ابريل مش تهبط المناظرات، الثورة هبطت. بل اصلا قانون امتداد الوظيفة العمومية اللي كانوا مش ناقصوا في بداية ابريل تطولت تطرح على طاولة المجلس التأسيسي. المناظرات بتاع 2011 لم يقع الاعلان عليها الى الان. منحة امل اللي كانت في شكل مخدر للبطالة نحوها 200 دينار 200 دينار واللي عوضوها توا بآلية أكثر ما نقول صرامة بل أكثر إقصاء للمعطلين. احنا عندنا ما نقولوا فيها الحكاية دي، مش كنت الحوض المنجمي اللي فيهم نسبة كبيرة من اللي ديكتور مش عمر، مش كنت الآليات اللي قاعدين يخدموا بها في العباد، آلية 16، آلية 19، آلية 20 و21 وملف المتعاقدين. طيب يعني كل هذه الملفات وعدم يعني احنا كنا نناقش باستمرار على امل انه الملفات هذه تتفضل، وكنا ننتظر في قانون المالية اللي مش يوضح لنا نسبة الاموال المرصودة للتشغيل كانها صرفة في السبعة. باهي كي نجي نشوف اين القانون هذا ونقول نشوف قانون الامتداد الوظيفة العمومية نوصلوا الى نتيجة ان الحكومة هذه كيما تحب تعدي سنة بيضاء لزيادة في الأجور، حتى عندي سنة بيضاء في علاقة بالامتدادات والتشغيل. باهي ان شنو هي طه اليوم المطالب الأساسية والرئيسية اللي رفعتوها اليوم كاتحاد أصحاب شهادات معتنين عن العمل قبل ما نجيو، لأنه من بعد صارت مفاوضات هل استقبلوكم في الوزارة ولا شنو هي المطالب المباشرة اللي رفعتوها اليوم في التحرك؟ احنا المطالب المباشرة رفعناها في بيان هي تتمثل في الإعلان عن نتائج مناظرات 2011، الإعلان وتحديد موعد للإعلان على مناظرات 2012، حل مشكلة الانتدابات المشبوهة، لأنه اليوم باهي مشكلة الانتدابات المشبوهة المناظرات خارج المناظرات معناها فما انتدابات حوجاك ثم أشكال ثم مناظرات تمت ثم انتدابات تمت بدون مناظرات قرابة 700 واحد، هذا مش حكايتهم. اللي طاحوا في الكابيس في اللورال عينوهم متصرفين في الوزارات قرابة 700 واحد،
بدون مناظرة، أي أنه اللي يستناه في المناظرة أنت المتصرفين بغا يفهم تخريب بدون مناظرة بغض النظر على أحقية اللي طاحوا في الكافيه في حقهم في التشغيل احنا معاهم، لكن الحكومة هذه تلتجئ إلى حلول متاع ترقية هم عملوا مشكلة مرة سلكهم سبقهم قبل، أي أنه وكأنه نبدأ ولا اللي يضغط عليه أكثر يخ. هذه الأولى. الثانية في المشبوهة القوانين تاع المناظرة شطولة هبطت، لكن نتفاجع كل مرة بإني سمى مناظرات تهبط على السيت ونعلم على نتائج نتاعها وتجي تلقاو إنه ناجح فيها واحد، أي تفتح مناظرة لشخص أو لشخصين وثبتوا من أسماء وعملنا أسماء يطلح من جهة سوسة ونعرف شكون اللي دخلوه بكونكور فهمت في النقل. السيد هذا متخرج 2010 متخرج، في حين انه في القطاع ذاك الميكانيك مع عشرات يستناه اقدم منه ومعانا في الليدي سي. ايش معناها ثم محسوبية رجعت الليدي سي تظريف انه دخل مؤخرا لحركة المهد بالشباب قلت متخرج 2010 وكان يسقف في الليدي سي وارتنا في احضر النهر تحلوا كونكو وعينا وعندي الاسم عندكم معطيات معناها هذا التصريح بتاع الوزارة على وزارة النقل فهمت، لكن ما هبطوش السكور بتاعه قديش به يعني المطالب هذي اللي رفعتوها اليوم نقطة اخرى اللي هي الاليات والمتعاقدين يعني مثلا مشكلة كبيرة ما معنى انه مثلا في وزارة التشغيل ثم مدارس تاع التكوين او المعاهد تاع التكوين من ثم أسافة قريب بالكونترا تخلص في 250 و 200 بالساعة كي تحلي مناظرة باش تنتدب أساتذة جدد ما مصير أولئك؟ هل أنك تعتبرهم خدام أرضوكم أمور مريضلة ولا؟ يعني طلبتوا بأول أنت سويت وضعية يجب حل المشكلة هذه. أولا يجب إيقاف الانتداب بالآليات هذا ما تعتبرهم عاطلين عن العمل عاطلين عن العمل ولا؟ ياسير احنا نعتبرهم هذوما داخلين في القطاع الهش بتاع الانتداب لانه اليوم يخدم غدوه ما يعرفش مصيره، والدليل اللي كانوا يخدموا معاه منظمة التربية والأسرة شادين مديرين في فوايات وكذا 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 اليوم هما بطالة لانه ما تعرفش انت وقتاش يقول لك صاي ما عادش حاسش بيك. باهي فها المجمل هذه المطالب ذهلي اليوم قدمتوها بشكل مباشر للوزير المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو في لقاء مع ممثلين عن اتحاد أصحاب شهادات المعطلين عن العمل. شنية لخصنا يعني باش خرجتوا من اللقاء هذا؟ هي مضحكة مبكية انه يجيبونا وزير مكلف بالإصلاح واحنا محناش طالبين الا نقطة بركة على علاقة بملف الإصلاح. احنا كمشينا القصبة رو طالبين حوار جدي مع الحكومة وممثلها إجباري لأنه المسألة متاع التشغيل متداخلة بين مجموعة من الوزارات. تجيب لي أنت إجباري تجيب لي أنت محمد عبدو مكلف أنا مش حتى زي التشغيل لا مكلف بالإصلاح وكأني مسألة متعلقة كان بالفساد. يعني الأولى والدليل انه اليوم كي نحكيوا معاه والزملاء اللي دخلوا من المكتب الوطني كي دخلوا في علاقة بالقيمين اي المناظرات لطول مناظرة 2011 تقول لك حاضر ايش بقى ما عطتش وزارة التربية اللي رافضة يعني ليش ما نعرفش فهم معطيات غايبة ليش كون يعرف تيجي بدرش كون يعرف يا سيد الوزير عطينا الاجابة ثم منع الامل اللي قصاها على العباد شو قصاها راه باش ما نكونش نغلط بنظهر اني نغلط في الراي العام هما اللي توفى العام نتاعهم ما عادش باش عاود ياخذ الا بشروط مجح كانت حبنا اذا كان لنا الوقت نفصلها حتى نرجعوا لها النقطه هذه خلينا السيد هذا ما عندوش اجابه للمساله هذيك ما عندوش اجابه للاليات اللي نحكيو عليها والمتعاقدين ما عندوش اجابه الا في مساله برك ولا كلام عام هي مشكلة حوض المنجم العباد اللي طاحت او اسقطت اسماؤها في
في الروبيلات تاريخ العمارة المحاضرة الثانية قال انه هو انا نشوفو لهم فين مش ندخلوهم مادام ما دخلوش غادي انا قاعدين نشوفو لهم فين الوقتاش ما نعرفش كيفاش فلا بلاصة ما يعرف شيء احنا نشوفو باهي معناها اللقاء ما كانش ايجابي معناها كانش ايجابي في المرة باهي الحكومة سامحني تاها هنا قاعدة معناها ربما وزارة الاشراف المعنية المباشرة هي وزارة التشغيل ووزارة التشغيل وزير التشغيل كان انطلق في يعني جولة من يعني الملتقيات في إطار حوارات إقليمية حول التشغيل وكان يصرح في كل مرة أنه التشغيل راهي هذية ما هيش مسؤولية وزارة التشغيل ولا مسؤولية الحكومة فقط وأنه الشباب يلزموا يساهم في التشغيل يلزم القطاع الخاص يساهم في التشغيل وأنه زادة فما لوم كبير عليكم أنه أصحاب الشهادات يلزم ينحيهم من يعني مخاخهم حكاية هالمسمار في حيط هذه الوظيفة العمومية راهو ما عادش قادر الدولة اليوم باش يعني تستوعب آلاف كل سنة من الخارجين في الوظيفة العمومية واضح احنا بالنسبه لنا ما يسمى بالحوار الوطني اللي دعاله وزير التشغيل هذه دعوه قمنا بها احنا في مراسله مفتوحه الى المجلس التاسيسي يوم 10 ديسمبر في وقفه احتجاجيه قمنا بها من المجلس التاسيسي قبل ان تشكل الحكومه اصلا وطلبنا انه يقع حوار وطني حول التشغيل تشارك فيه كل الاطراف المتداخله الا انه كنت تذكروا في الفتره هذيك في الانترفال معناها بين ديسمبر واخر العام المجلس التاسيسي قرر حوار وطني حول النقاب تذكروا ولم يقرروا حوار حول التشغيل فبادرنا احنا كاتحاد اصحاب الشهادات ومشينا عمليا في الحوارات الجهويه حول التشغيل من اجل تتويجها بحوار وطني حول التشغيل وحضرنا كراس في قراءتنا احنا كاتحاد اصحاب الشهادات لقراءة الوضع العام واسباب الازمة بتاع التشغيل من العالمي للوطني للخصوصي للفساد لكذا وقدمنا البدائل والبدائل كانت في ثلاثة مجالات المجال الاول هو القطاع العام المجال الثاني هو القطاع الخاص والمجال الثالث هو بعض المشاريع الخاصة اي البعثي بالشبان باهي مش مشكلة هنا شكون يقول بالحوار الوطني هل تم الأخذ بعين الاعتبار بهذه البدائل المشكلة انه الوزارة شافت انه المشروع ماشي او الحوار ماشي عاودوا تربيلات وحدها حوارات اقليمية لتتويج بحوار وطني المشكلة الحوار الوطني اللي دعاه اجلته طول اربع مرات في وزير تشغيل يستبعد يجي يقولوا ما نديرش قبل نمشيو والله راهو تأجل الحوار الوطني المرة الجاية. الوقتاش حتى نعلموكم. يعلمون بعد راهو زاد تأجل. هذي حوار وطني حول التشغيل والمشروع نتاع القانون الانتداب والوظيفة العمومية حاضر. إذا ما الداعي لحوار وطني؟ وأنت صاي تقرر لوحدك. ما الداعي إلى حوار وطني؟ أنت الميزانية قررتها صاي. أي أنه هو ضر مادة على الأعين ليس إلا. هذه الأولى. ثاني في علاقة بالحوار الوطني هذا من استدعيت فيه انا كنجيب لك مشروع متكامل فيه بدائل انا متأكد انه ما اطلعش عليه الوزير لانه في حوار تلفزي مع المنسق الوطني مستغرب كيف يقولوا له 100,000 قادرين على تشغيلها واحنا مقدمين في الكراس هذا وكراس اخر مرافق له فهمت حلول عملية لا يكلف الدولة مني بل بالعكس مثلا تراخ اعطينا اكزامبل لان مش تدخل في التفاصيل اعطينا المقترح احنا مقترح صغير قدمناه مش قدمناه هو موجود في الوحده اللي ما يكلفش الدوله حتى فرنكا وعمل معايا عمليه حسابيه سيرفيس ديني المواطن كي يمشي باش يسوي وضعيته في السيرفيس ديني قداش يقعد منها غايب على خدمته العريض هذا باش يسوي وضعيته ورقه منا وجري منا احنا طلبنا او مقترح مشروع ما فهمتش حكايه كيف هكا في فكره مشروع في فكره ايدي انه الدوله تسمح الكونتابيليتي والايكونومي وجستيون انه يفتحوا بروات خدمات
بالمواطن لتشريف وضعيته، أي هو الرابط كده الترانزيت، هو الرابط بين المواطن والإمام. هذه قداش نجم تحل على مستوى جمهورية إجا تونس باركو لسوس، قداش من مواطن يحل في مشكلته مع الكرهة؟ هذه قداش تجي؟ احنا عندنا بالأرقام فهذه تحل 3000 وظيفة باهي، ولا مجرد ديزيكلوب كيف كيف نوصلوا بقى، بل بالعكس يدخلوا فلوس لانه مش ولايات عباسيين. شو تخسر الدوله عليها؟ تخسر كان قرار يصدر قانوني يسمح لهؤلاء بهذه الخدمه. هذه مجموعه بتخسرها ناس ديزيكسبير احنا باتصال بيهم. باهي ما جاوبتنيش على النقطه انت، انه اليوم الوظيفه العموميه ماهيش قادره على استيعاب كل هذا العدد المتزايد من خريجي الجامعة، وانه فما شوية زادة معناها الخريجين ياسر فما تواكل على الدولة تو تخدمني تو مسمار في حيط، يعني يلوموكم زادة انه مفماش شوية معناش مش يشوف القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لا ندعو انه الدولة تخدم 250 الف بطل او ديبلومي شومير، انا حاصة على شهادة عليا، لكن المشكلة فين؟ يا دولة احمي العاش عن عمل اللي سيقع انتدامه داخل القطاع الخاص. طيب تنقص الضغط عليك على المواطن اللي يحب يخدم عند الدولة. ليش عباد تمشي للدولة؟ الدولة تمشي لأن حقوقه يعرفها مضمونة غالي. اوكي نمشي، انا قبل ما انا عندي 10 سنين بطالة استاذ فلسفة، لكن على الهامش خدمت، وصلت خدمت ديريكتور كوميرسيال، خدمت كيفيه، خدمت مرمى، خدمت مش ما خدمتش، خدمت لكن في قطاعات لا اضمن فيها بعد ما عرفت الرب. يعني ظروف تشغيل هشه في القطاع الخاص هذه لا فماش قوانين تحمي ما يسمى به المرونه في التشغيل. هذا القانون الكارثي اللي عملوا بن علي على قياس رجال الاعمال من اجل انهم يصنفروا باليد العامه، هذا اللي يخلي العباد تلتمي عن القطاع العام. لو ان الدوله مشاء تمشي نحو الغاء تلك القوانين المهينه اللي تؤدي الى الهشاش في التشغيل، ما عادش تلقى شكون يطالب في الدوله، بل بالعكس يلقى عديد الامتيازات داخل القطاع الخاص. باهي واضح. اما النقطه نتاع الانتصاب للقطاع الخاص، اذا كان هذا البطاله تقول له انت جيب لي تمويل ذاتي، ها احنا اقترحنا عليهم في هذه اللي تعطيه الطالب بالتمويل الذاتي، هو مش يقول يقولوا كي يلقى فلوس في رزق البليك يتملح من المشروع. احنا شو قلنا لهم؟ قلنا لهم نحي القطاع نتاع التمويل الذاتي والمشروع ما يولي ملك الا ما يكمل سداد الدين بتاعت يولي يخدم فيه كل ليفينغ ما تولي الكهرباء باسمه الا ما يخلصها. باهي باهي تاهل هلي مجمل هالمقترحات هذه والكراس اللي اعدتوه وقدمتوه لوزارة التشغيل، قال لي فما مشكل في التعامل مع اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، مشكل يخلي ربما انه اتحاد سيس ويتهم بانه يعني كانه راس حرب بعض الاحزاب اقصى اليسار اللي قاعده تدفع فيها وتدفع في الاولاد نتاع لي للتكثيف من الاحتجاجات وتكثيف من الاعتصامات، معناها من اجل يعني معارضة الحكومة لا غير. كيفاش تجاوبوا على الاتهامات هذه؟ والله نجاوبوا عليها بكل رزانة، لانه اذا كان اتحاد اصحاب الشهادات هذا هو ورقة في ايد المعارضة، هو تحديدا هما يقولوا اليسارية، راهو ظهر علينا حتى في امكانياتنا. احنا اليوم باش نجيبوا العباد من الجهات، فهمت، نعملوا كولكت باش نكريو كار، اللي يحب يمول ويعمل براد معناها براد فير معنا باسم باللي ديبلوم شومير يمولهم. احنا لا نقبل هذه مسألة ديجا سيديان اللي كجبتها مثلا التمويل من مصادر تمويل من انخراطاتنا وجيوبنا الخاصة، لعلمة انه احنا في تونس هنا ما عندناش مقر وقاعدين نلمدوا في كولكت باش نكريو باش الجهات بيدها تساهم في كريان المقر هذا، فهمت؟ هذه الأولى. الثانية احنا داخل الجي سي
معنا شكون من النهضة ورفض الخروج رغم انه ما حبوا يعملوا هاي المواجهة اللي جيسين ثم جمعية اخرى المعتلين ايه 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 وثم شكون معنا من التركة المنسق الجهوي في جندوبة تبع سيبير تبع المكتب تاع سيبير عندكم نائب زاد في المجلس التأسيسي انا نائب في المجلس التأسيسي من جندوبة فهمت معنى اللي يتهم هاو يسار واحد كده البطالة راهي تمثل يسار ويمين وانت شفت اليوم في التحرك لا بين اللي جيت اللي فيهم حتى اللي الطابع قريبي واللي حبة به تأسيسي يعني اللي صار اليوم معناها تحرك كما صار قبله نهار 7 أبريل نتفكره تحرك آخر ربما الفرق أنه اليوم ثم استقبلكم وزير نهار 7 أبريل استقبلتكم عصا ما كانت مش بنفس الحدة لكن اليوم وانت تعرف انه ناس علينا نعرف ملول لكن من بعد غيروا الموقف مسار عنف عنف كبير كما اللي صار نهار 7 أبريل به تقدم ايجابي على الاقل في التعامل مع لي دي سي شنو هي المستقبل توا نتاع التحركات البرنامج نعرفوا انه مدعيته اليوم الاعتصام خلينا حتى في بعض مسائل الاعلام القصبة 4 شنو هي مستقبل التحركات نتاعنا؟ احنا لم ندعو الى القصبة 4 لانه الاعتصامات الاول والثاني وكذا هي من اجل اسقاط حكومة لم نطلب اعتصام من اجل اسقاط حكومة باش نكونوا واضحين واللي يحب يركب ها هو الركوب فاش بالحق اللي الحب يتهمنا انه احنا داعين الى اعتصام 4 احنا داعين الى اعتصام البطالة في القصد شو اعتصام 4 انا سينيفيكاسيون تاعها دونك اللي لكن سنبش انه احنا من حقنا انه ننقضوا الحكومة هذه في ادائها معنى تجي نحكي على القانون بتاع المالية في موضوع ما يخسر الحكومة تقول لي ما عنديش فلوس باش نخدمك ولي ناقش موضوع الميزانية علاش الإرفاقات هذيك الكل علاش الإرفاقات علاش الزيادة في شهرية أعضاء المجلس التأسيسي علاش التأجيل بتاع المناظرات والقانون بتاع الوظيفة العمومية تو ما طقش ما عندش الحق نولي نفكر انه يوم يأجلوا في المناظرات انتظارا لبداية الحملة الانتخابية به خلينا من التأويلات هذين تاعك اعطيني المستقبل نتاع التحركات شنو برنامجكم باش توصلوا في التحركات باش ترجعوا للحوارات الجهوية كما قلت عملتوها باش تعملوا توما حوار وطني باش عندكم فكرة عندكم خريطة طريق اللي معناها موصلة النضال كما نشوفوا في مريولك معناها لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت احنا الاتحاد يخدم على زوج مجالات المجال التفكيري التفاوضي من جهة معنى احنا كنحضروا كراس ونهزوه نوزعوها على حساب السلطة والمعارضة وندور المجلس التأسيسي وندور حتى على المندوبيات الجهوية الكل نعطوها هاو مقترحاتنا احنا عنا البديل يجي ناقش معايا جهة اخرى كما القصد نضطر الى التحرك والاحتجاج اي انه احنا نلتجئ للتحركات كم قوة أذان صمام ليه إن شاء الله الأذان تفتح وتسمع ويأخذ معين الاعتبار الاقتراحات نتاع الخريجين الجامعة في الحقيقة يعني هم أولاد الديسي بالخير ما أنجبت الجامعة التونسية وناس ناضلت يعني يوم كانت الكلمة بحسابها منذ 2006 تكون هكا 2006 منذ 2006 تكون الاتحاد تقبل لكن إعلان على الاتحاد انه تشكل بتركيبة وبكذا وبقانون اساسي من يوم اللي هو يواكب غدوة يوم 25 ماي 2006 اللي يواكب غدوة يعني حبينا كان احتفلنا بهالتأسيس هذا في ظروف اخرى لكن ان شاء الله كما قلنا يتم التعامل باكثر جدية مع هذا الهيكل اللي ضم كما قلت نخبة من ما أنجبت الجامعة التونسية طه في الختام نمنح لك كلمة ختام شنو تحب توجه للحكومة وكذلك للجماهير نتاع خريجي الجامعة المعارضة والله يعني الحقيقة نحب نوجه رسالة للمجلس التأسيسي اللي مش يناقش
بفضوار وقتش قانون الانتداب في الوظيفة العمومية. سادة أعضاء المجلس التأسيسي إذا كان تحبوا ننتقلوا بالفعل للقضاء على ما يسمى بالفساد والرشوة والمحسوبية، ما تصادقوش على ذاك القانون، خاصة النقطة اللي فيه تقسيم الانتدابات بين 60% سن وسن التخرج و 40% بالمناظرات، لأن 40% هذيك سوف تكون مستقبلا كارثة عليكم، تذكركم بالكباس والرشوة والمحسوبية، أما محسوبية من نوع سياسي آخر تقسم على الترويكا. هذه الأولى. ثاني التبريرات اللي قاعدة تصير حول الكفاءة. أنت دخلت 60% بلاش كفاءة، مش دخلت لتوصل 60% بلاش كفاءة، وتخدم في آلاف متعاقدين ونيابات وآليات بدون كفاءة. جيت لل 40% وقلت هذوك بزاف كفاءة. هذه الأولى. ثالثا الكلام ختام، أنا في كلمتين نحب نقول إنه إذا كان مش يقع المصادقة عليه لن يتم خير في البلاد. شنو تحب تقول لأصدقائك وزملائك في الاتحاد وجماهير المعطلين عن العمل؟ احنا نقولوا لي ديبلومي شومور ولي ديبلومي عموما يجب التوحد والتنظم داخل الأطر، لأنه منطق أخطر في وضرب وطنسلك روح لوحدي ما كناش قبل وفي الشكل طوق. وشكرا. هذيك صح. إذن تهسافي على كل هذه الإيضاحات في علاقة بالتحرك الذي خذه اتحاد أصحاب شهادات معترين على العمل اليوم في القصبة طبعا للمطالبة بجملة المطالب في علاقة بالتشغيل والإعلان عن نتائج المناظرات لسنة 2011 و2012. نشكرك تهسافي مرة أخرى على الحضور. شكرا للسادة المشاهدين على حسن الانتباه. إلى اللقاء في موعد حواري قادم. شكرا لك. عجب.